أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء العاريات المائلات المميلات قال: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ نعم. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات؟ يعني يلبسن لباسا لا يسترهن، فهن لابسات كاسيات باللباس لكن عاريات من ناحية الستر، عليهن لباس لكنه لا يستر. وقيل كاسيات من نعم الله، عاريات من شكرها. رؤوسهن كأسنمة البخت، يكبر رؤوسهن، يجعل عليهن لفائف وأشياء، يضخم الرأس، يجعل كأنه رأسان، يضخم تضخم رأسها، هذا كله لا يجوز. نعم.